بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. طبعا دلوقتي احنا خلصنا الدايجستيف سيستم ومعادنا دلوقتي مع ليسون 2 اللي بيتكلم عن ذا ريسبيراتوري سيستم. طبعا احنا اخذنا فكرة اصلا قبل كده عن الريسبيراتوري سيستم لما تعرفنا على السيستمز المختلفة اللي موجودة في الجسم. لكن النهاردة هنبدأ نتكلم عن الريسبيراتوري سيستم بشكل مفصل زي ما اخذنا الدايجستيف سيستم بشكل مفصل. الليسون ده هنقسمه على 2 بارتس. النهاردة هيبقى the first part اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت عن الدايجستيف سيستم برضو كان عبارة عن 2 بارتس، ممكن ترجعوا لهم وتتابعوهم وتستنونا ان شاء الله في البارت التاني. هننزل ان شاء الله قريب بعد ما نخلص البارت ده. طبعا الريسبيراتوري سيستم من السيستمز المهمة جدا في حياتنا، واعتقد مفيش حد فيكم يقدر يوقف الريسبيريشن بروسيس ولو لحظات. يعني الموضوع بيبقى بالنسبة لنا مهم جدا، ودي بروسيس مهمة في حياتنا. قبل ما ندخل في الريسبيريشن بروسيس وازاي بتحصل، خلونا الاول نسأل سؤال: هل هناك علاقة بين الدايجستيف سيستم وبين الريسبيراتوري سيستم؟ في علاقة مهمة جدا، وانه مش هيحصل ريسبيريشن بروسيس الا اذا كان عندي دايجيشن بروسيس. طب ده ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله اثناء الحلقة النهاردة. طبعا اول حاجة بنتكلم فيها في الريسبيريشن بروسيس او في الريسبيراتوري سيستم هو مفهومنا عن الريسبيريشن بروسيس. يعني ايه ريسبيريشن بروسيس؟ الريسبيريشن بروسيس اللي هي عملية التنفس، اغلب الناس لو جيت تسالها او تقول لها يعني ايه تنفس او يعني ايه ريسبيريشن، هيجي يقول لك ببساطه خالص انه في هواء بيدخل عندي هنا في الصدر في التو لاينز وبعد كده بيخرج. لكن ده مفهوم بسيط جدا، يعني حاجه كده اي حد ممكن يقولها. النهارده هنفهم البروسيس دي، هنبقى عندنا ادراك اكبر ليها. هو اصلا احنا محتاجين ده ليه؟ ليه بيدخل لنا اير في اكسجين وبعد كده بيرجع يخرج تاني؟ ما هو اكيد في سبب لدخول الاير ده وخروجه، خاصه انه لو البروسيس دي وقفت انا هموت. اذا العمليه ما هيش بسيطه بالدرجه دي. طيب اذا دلوقتي احنا محتاجين نفهم الريسبيريشن بروسيس دي اصلا بتحصل ليه. جميل، عشان نعرف هي بتحصل ليه تعالى بقى اعمل لك ربط بالدايجستيف سيستم اللي احنا اخدناه. احنا عرفنا انه في الدايجيشن بروسيس الامر بينتهي على انه الفود اللي احنا اكلناه بيتحول لسيمبل سبستانسز، والسيمبل سبستانسز دي بعد كده بتوصل لاول ذا بودي سيلز، بتروح للسيلز بتاعتنا عشان نستفيد بيها. ده كلام جميل، ولكن هي السيلز هتعمل ايه بالفود ده؟ يعني السيلز وصل لها الفود خلاص وبقى جاهز واستلمته، السؤال السيلز هتعمل ايه؟ الفود ده مهم ليها في ايه؟ هنا بقى عايز افكركم كلكم بكلمة كل مامتنا بتقولها لنا وكل الناس بتقعد تتكلم فيها وتقول: كل عشان يكون عندك طاقة. طاقة انرجي. طب ايه علاقة الاكل بالطاقة؟ هنا بقى إجابة السؤال: الأكل اللي دخل للسيلز دي هو اللي احنا هنطلع منه الانرجي، ده اللي احنا هنطلع منه الطاقة. الطاقة دي اللي احنا بنحتاجها عشان نعمل كل حاجة في حياتنا، عشان تتحرك، تقوم، تذاكر، تعمل أي حاجة في حياتك، أنت محتاج طاقة عشان تتحرك بيها. إذن الفود اللي احنا أكلناه من الدايجستيف سيستم محتاجين نطلع منه انرجي جوه السيل. طب السيل هتطلع انرجي من الفود ازاي؟ ده السؤال بقى. جميل، عشان نطلع انرجي من الفود لازم نعمل له بيرنينج. بيرنينج يعني احتراق. بس استنى بس، ما تفكرش ان الاحتراق زي ما بنولع في حاجه كده، لا لا لا، هو مش هيبقى فيه نار طالعه ولكن هيبقى فيه انرجي. والانرجي هنا بتستخدمها السيل عشان تعمل بيها كل العمليات اللي هي محتاجاها. اذا انا هطلع من الفود انرجي باي بيرنينج، باحتراقه.
ولكن عشان ده يحصل، عشان الفود اللي احنا اكلناه يحصل له بيرنينج، احنا محتاجين حاجة مهمة جدا. الحاجة دي مهمة لأي بيرنينج هيحصل في الدنيا. يعني انا عايزك تكون عندك المعلومة دي ثابتة وموجودة في ذهنك باستمرار طول حياتك. لازم تكون موجودة عندك المعلومة دي، انه عشان يحصل بيرنينج محتاجين اكسجين. تاني، عشان يحصل بيرنينج محتاجين اكسجين. اذا البيرنينج اللي هيحصل للفود اللي موجود عندي في السيل، عشان يحصل انا محتاج اكسجين. يبقى لو جالي اكسجين الفود اللي جوه السيل هيحصل له بيرنينج، فابدا يبقى عندي انرجي. هنا بقى تبدا العلاقه ما بين الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. هو انا في الحاله دي الفود اللي وصل لي مش هعرف اطلع منه انرجي الا لما يجي لي اكسجين، والاكسجين ده مش هيجي لي الا عن طريق الريسبيريشن بروسيس اللي انا بعملها. يا كل ده عشان نعرف الريسبيريشن بروسيس بتعمل ايه. انت ما كنتش مدرك اللي بيحصل. دلوقتي لازم تكون مدرك ان الاكسجين اللي انت اخدته ده هيدخل يروح لكل سيل موجوده في جسمك تعمل بيرنينج للفود، وبالتالي يكون عندك انرجي. اذا الريسبيريشن بروسيس دي بروسيس احنا بنقوم بيها تو اوبتين انرجي. اوبتين يعني نحصل على، تو اوبتين انرجي. طب الانرجي دي بنجيبها منين؟ فروم بيرنينج ذا فود، from burning the food. طيب يبقى كده احنا فهمنا القصة، ولكن قد تكون مش مقتنع بيها الى حد ما. وعشان تقتنع بيها تعال نشوف كده burning، بس مش للفود، لاي حاجة زي ما احنا قلنا. هنعمل burning دلوقتي ونشوف هل burning ده ممكن يحصل without oxygen ولا لا، ونرجع تاني. الاكتيفيتي اللي هعمله دلوقتي ده مطلوب منك انك ما تحاولش تعمله لوحدك، عشان ده ممكن يسبب مشكله. لو عايز تعمله مع حد كبير يبقى مفيش مشكله خالص. محتاجين كاندل وماتش وكاب زي دي كده، او اي كوبايه تكون شفافه، عشان هنلاحظ من خلالها الفليم او اللهب بتاع الشمعه لما نولعها. هبدا اولع الكاندل اللي عندي. بالشكل ده طبعا. حاليا انت شايف الفليم بتاع الشمعة موجود وبيحصل بيرنينج. البيرنينج ده عشان يحصل انا قلت من شوية انه محتاج اكسجين. واللي انا هعمله دلوقتي عشان يأكد لك ان احنا فعلا محتاجين اكسجين، هنجيب الكاب وهنبدأ نحطها على الشمعة بالشكل ده. لاحظ كده معايا الفليم او اللهب بتاع الشمعة هيبدأ يحصل له ايه. هتلاقيه بيقل لحد لما يطفي. تمام؟ طيب ده معناه انه في مشكله حصلت بناء عليه خلت الفليم او الشمعه تطفي. المشكله اللي حصلت انه ما عادش فيه اكسجين موجود جوه. لكن عشان ااكد لك ده اكتر خلينا نشوف محاوله ثانيه، انه قبل لما الشمعه تطفي ابدا ارفع الكوبايه واشوف ايه اللي هيحصل للفليم. هي كده هتبدأ تطفي معايا. هاجي انا ارفع كده هلاقي ان الشمعة بدأت ترجع تاني للاشتعال او للبيرنينج زي ما احنا قلنا. هي بتقل. انا عامل كده تبدأ ترجع تاني. ليه؟ كان الاكسجين قرب يخلص، دلوقتي الاكسجين بقى موجود في الاير حواليها، فرجعت تعمل بيرنينج من اول وجديد. اذا من هنا نوصل لانه احنا محتاجين الاكسجين للبيرنينج. وزي ما احنا محتاجين الاكسجين لذا بيرنينج اوف كاندل، برضو احنا محتاجين اكسجين عشان نعمل بيرنينج للفود انسايد ذا سيلز، وده طبعا هيديني انرجي. عشان كده لو حبينا نعمل ديفينيشن للريسبيريشن بروسيس هنقول ان هي بروسيس باي ويتش ذا هيومن اوبتين انرجي.
process by which human obtain energy from burning the food. من احتراق الغذاء زي ما احنا اتفقنا. والوقت عرفنا كويس قوي ان الاكسجين مهم جدا عشان يحصل الكلام ده في الدفن. بعد ما فهمنا وعرفنا the definition of respiration process, تعالوا بقى كده نبدأ نتعرف على the respiratory system. respiratory system, قبل ما ندخل ونتعرف على البارتس بتاعته والأورجنز اللي موجودة جواه, لازم الأول نحل إشكالية أو مشكلة حصلة ما بين النود والماوس. لأنه لما جينا نقول هنبدأ بمين في الريسبيراتوري سيستم, الماوس قال أنا المفروض أكون تبع الريسبيراتوري سيستم. وبعدين النوز بصله إزاي؟ مش أنت تبع الدايجستيف سيستم؟ المفروض أنا اللي هكون تبع الريسبيراتوري سيستم. المفروض الريسبيراتوري سيستم يبدأ بي أنا the nose. الماوث قال له ليه؟ ما هو أنا ممكن يحصل الريسبيريشن عن طريقي أهو, يبقى ليه ما كنتش تبع الريسبيراتوري سيستم؟ النوز قال له مش كفاية, أنت تعرف أنا عشان أكون تبع الريسبيراتوري سيستم عملت إيه؟ الماوث قال له عملت إيه؟ قال له أنا ركبت فلتر وركبت تكييف. عندك فلتر؟ عندك تكييف؟ الماوث فلتر ايه؟ تكييف ايه؟ لا انا ما عنديش الكلام ده. قال له خلاص انت ما تنفعش. قال له ماشي اوكي مفيش مشكله, بس فهمني يعني ايه يعني ما في ازاي فلتر ايه اللي ركبته ده يعني؟ قال له ما هو مش فلتر زي ما انت متخيل. انا ربنا سبحانه وتعالى اداني بعض النعم اللي اقدر احافظ بيها على صحة الانسان. من النعم دي انه خلاني lined with hair. lined with hair, مغطى من الداخل بطبقة من الشعر. hair and mucus layer. lined with hair and mucus layer. mucus layer هي الطبقة المغطية اللي انت شايفها في الصورة ديت بينزلوها في المنديل. اوكي دول هم الفلتر بتاعي, دول بيعملوا فلترينج لذا اير بيفور انترينج ذا تو لانجز. لانه زي ما انت عارف انه الاير حوالينا اوقات كتير جدا بيكون فيه داست او ميكروبس. داست يعني تراب وغبار, وميكروبس يعني الميكروبات اللي منتشرة في الجو حوالينا. طبعا الحاجات دي ما ينفعش ابدا تدخل لـ the respiratory system, وده مشكلة كبيرة جدا وبيسبب مشاكل صحية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق لي lined with mucus layer and hair to filter the air from dust and microbes before entering the two lungs. طبعا الماوث حس انه اتهزم, قال له خلاص مفيش مشكله, بس ممكن تقول لي ايه قصه بقى التكييف ده؟ قال له ما هو انا برضو عندي بعد الهير والميوكس لاير ربنا سبحانه وتعالى خلق لي حاجه كده برضو اسمها بلاد كابيلاريز. والبلاد كابيلاريز معناها شعيرات دمويه, وشعيرات دمويه عشان برضو تبقى اخد بالك شوية, هي موجودة دلوقتي ورايا اهيات ممكن تتفرج عليها. هي عبارة عن عروق صغيرة جدا فيها دم. blood يعني دم, وcapillaries يعني شعيرات. الشعيرات دي بتبقى رقيقة جدا very thin, والblood اللي فيها زي ما انت عارف بيكون hot سخن. ده برضو من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليا عشان يخليني اقدر اقوم بالوظيفه دي بشكل جيد. لانه الاير احيانا بيبقى كولد, ولما يكون كولد بارد لو دخل للتو لانجز ده برضه هيسبب لي مشاكل صحيه, وممكن يجي لي انفلونزا او يجي لي برد. يبقى المفروض انه الاير قبل ما يدخل للتو لانجز يكون هوت واخد نفس التمبريتشر بتاعه جسمي. البلاد كابيلاريز بتبقى هي كمان
هوت واخد التمبريتشر بتاعت جسمي لان البلاد موجود جواها. فالاير وهو داخل بيعدي على البلاد كابيلرز دي فبيبقى وارم، بيبقى دافي. يبقى انا هنا قدرت احمي الانسان لما يتنفس عن طريقي. هل انت يا ماوث تقدر تعمل ده؟ طبعا لا. يبقى مين يا ماوث دلوقتي اللي يبقى ينفع يكون هو اول organ, the first organ in the respiratory system؟ اكيد انا. طبعا في القصة دي شفنا دلوقتي ان النوز هي اللي تفوقت وهي اللي تصلح. ليه بقى؟ give reason, because the nose is lined with hair, mucus layer and blood capillaries. وهنا يا ولاد ممكن ده يجينا في الامتحان بطريقتين والاثنين برضو فيهم give reason. يعني الاثنين give reason بس متقسمة على جزئين. جزء يسألك عن الـ hair and mucus layer والجزء الثاني هيسألك عن blood capillaries. طبعا لما يجي يسألك give reason the nose is lined with hair and mucus layer هتقول له to filter the air before entering the two lungs from microbes and dust. ده السؤال الأول. ممكن يجي يقول لك give reason the nose is lined with blood capillaries هقول له to warm the air before entering the two lungs لتدفئة الهواء قبل ما يدخل لي the two lungs. كده الجزء ده أعتقد واضح جدا. قبل ما ندخل على باقي الأجزاء كان ضروري جدا نحدد هنبدأ بمين، النوز ولا الماوث. والحمد لله عرفنا ان النوز هي اللي كسبت معانا. نبدأ بقى نتعرف على باقي الريسبيراتوري سيستم. تابعونا. دي صورة الريسبيراتوري سيستم. طبعا خلاص احنا اتفقنا انه the first organ in the respiratory system هيكون the nose. طيب بعد كده بعد النوز هيبقى عندي pharynx، وpharynx ده اتفقنا قبل كده في الدايجستيف سيستم انه هيكون ما بين الريسبيراتوري سيستم اند دايجستيف سيستم. بعد كده دي اسمها epiglottis. epiglottis ده لسان المزمار، واحنا لسه هنتكلم عنه برضو اثناء الفيديو هتتابعوني معايا فيه. يبقى ده epiglottis وهنعرف هو بيعمل ايه بالظبط شويه. ده larynx. larynx دي الحنجره، وزي ما انتم شايفين كده هي موجوده at the top of trachea. دي هي trachea ودي larynx اللي تبقى موجوده at the top of trachea. وعايزك تلاحظ ان الابيجلوتس دي موجوده برضو فوق التريكيا، يبقى فوق التريكيا هنا ادي الابيجلوتس واللارنكس ده جزء من التريكيا. وبعد كده التريكيا بتبدا تتفرع الى تو برونكاي، دي لوحدها كده برونكس. برونكس تبقى واحده، لكن لو دي ودي يبقى اسمهم تو برونكاي. طيب يبقى التراكي عندي برانش تتفرع into two bronchi inside each lung. طبعا دي اسمها lung، دي left lung ودي right lung، وهم الاثنين اسمهم two lungs. يبقى كده لو جالك السهم من الاثنين هقول two lungs، لو على واحد منهم هقول left lung او right lung او lung عموما هيبقى الكلام مظبوط. طيب دي بقى اسمها ديافرام. دي ديافرام. ديافرام دي عضلة اسمها عضلة الحجاب الحاجز، بنقول عليها ديافرام. يبقى بالتالي انا عندي كده نمسك مع بعض نراجع، ادي نوز، pharynx، epiglottis، larynx، تريكيا او تريكيا النطقين مظبوطين، برونكس او تو برونكاي، lungs two lungs و diaphragm. دي البارتس اللي موجودة عندي في الريسبيراتوري سيستم. ضروري جدا تبقى عارفها وعارف اماكنها عشان لما نيجي نتكلم عنها ان شاء الله
تكونوا مستوعبينها بشكل جيد. بعد ما تعرفنا على the parts of the respiratory system والأورجانز اللي موجودة جواه، هنبدأ نتكلم كده عن الأورجانز ديت، نتعرف عليها مع بعض. طبعا احنا اتكلمنا عن النوز خلاص، المفترض انه بعد النوز the pharynx. وpharynx ده مش عضو جديد علينا، ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الدايجستيف سيستم لو تفتكروا، وانا بسميه العضو الشقي لانه هو المفترض دلوقتي موجود في التو سيستمز، موجود في الدايجستيف سيستم وموجود في الريسبيراتوري سيستم، عشان كده قلنا عليه انه كومن كافيتي. كومن كافيتي يعني تجويف مشترك، كومن يعني مشترك ما بين الاثنين، وكافيتي يعني تجويف يعني فاضي من الداخل. اذا هو common cavity between the digestive system and the respiratory system. طبعا لما نيجي نتكلم طب ده بيعمله ازاي، هو ما بيقولش لحد لا، انت اير داخل، الاير داخل يبقى ده هيروح للrespiratory system، يبقى اذا طريقك دلوقتي لمين؟ للrespiratory system، يعني هتكمل المشوار بعدي في التراكيا، في القصبة الهوائية في التراكيا. يبقى الاير هيقوله اتفضل يا فندم دلوقتي هتتفضل على التراكيا عشان تدخل من التراكيا على التو لانجز، ده طريقك عشان انت اير. لكن لو اللي داخل فودز هيقوله ايوه لا معلش انت هتتجه من الناحية دي، اتفضل معايا على الايسوفيجس، ومن الايسوفيجس للاستومك، وده طريقك كفود. اذا هو ما عندوش مشكلة، ممكن يكون هنا وممكن يكون موجود هنا، عشان كده بنقول انه الفارينكس عبارة عن common cavity between the digestive system and the respiratory system. طبعا انتوا دلوقتي بتسألوا سؤال، عارف انه انت محتاج اجابة عليه، ازاي هو بيعرف الاير هيدخل على التراكيا، وازاي هو بيعرف الفود هيدخل على الايسوفيجس، ده هنجاوب عليه شوية كده ان شاء الله، وهنشوف سبحان الله ازاي بتتم العملية ديت، ازاي الفود والووتر لما بنشربها ما بتدخلش في التراكيا مع الاير، وازاي الاير ما بيدخلش في الايسوفيجس. طبعا دي ان شاء الله هنتكلم لسه عنها شوية كده، لكن دلوقتي احنا عشان نقدر نلم كل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي، هنطلع مع بعض كده على اكسرسايز، نسأل شوية أسئلة في الحاجات اللي احنا شرحناها عشان نتأكد ان احنا فهمنا ومفيش حاجة ناقصانا. يلا نبدأ مع بعض. Complete the following sentence. Number one, nose is lined with. Nose is lined with. واحنا قلنا lined with يعني مبطنة بإيه أو مغطى بإيه. طبعا احنا قلنا عندي ثلاث حاجات، إيه هما؟ أيوة is lined with hair، اتاني mucus layer and blood capillaries. جميل جدا. نيجي لي question number 2، افتكر معايا كده. Mean is a common cavity between the digestive system and the space system. انا common cavity على طول اول ما اشوفها افتكر pharynx. Excellent. Pharynx is common cavity between digestive system and respiratory system. دلوقتي انت طمنت على نفسك وشفت اذا كنت قدرت تحل الاسئله اللي فاتت دي معايا او لا. لو قدرت فده كويس جدا، انت كده ماشي معايا ومتابع كويس. لو عندك لسه مشاكل ممكن تعمل ستوب للفيديو وترجع تاني من الاول، تعمل ريفيجن للي احنا قلناه وتحاول تحل من اول وجديد تاني. ولو في لسه عندك اجزاء فيها صعوبات او مش مفهومه ممكن تبعت لي ونحاول نشوف ده مع بعض. دلوقتي بعد ما عرفنا الفيرنكس وتعرفنا على النوز، جه الدور على مين يا ترى؟ جميل جدا. دلوقتي الدور على تراكيا. عايزين نتعرف على تراكيا، بس تراكيا هنتكلم فيها شويه اكتر عن الجزء اللي فات، فتعالوا مع بعض كده الاول نتعرف على تراكيا من خلال الصور والتركيبات الخاصة بيها، ونرجع تاني نكمل كلام. دي تراكيا شكلها زي ما احنا قلنا من شوية لو تفتكر، كان at the top of تراكيا اول حاجة فيها كده حاجة اسمها larynx، والarynx ده اللي هو الحنجرة اللي بيطلع منها الصوت الخاص بينا.
طيب ننزل بقى نشوف بقية التراكيا. لو لاحظت كده هتلاقي التراكيا فيه هنا رينجز كده حلقات، دي اسمها cartilaginous rings، والcartilaginous rings ديت هتكلم عليكم عنها بعد شوية. طيب نكمل بعد كده، بلاقي ان التراكيا ديت بتبدأ تعمل branching، بتتفرع in the two lines. طيب الفرع ده برضو احنا اتكلمنا عنه من شوية اللي هو اسمه برونكس. برونكس دي بنقولها K، تتنطق K، يبقى برونكس left برونكس، وطبعا ده هيبقى right برونكس. طبعا اللفت برونكس واللايت برونكس بيدخلوا جوه التو لاينز، يعني دي هتبقى رايت لانجز رايت لانج، وهنا ليفت لانج، الرئه اليسرى اللي على الشمال والرئه اليمنى، يبقى ليفت لانج اند رايت لانج. طيب كده نكون عرفنا التراكيا بتبدا بايه وبتنتهي لحد فين، وطبعا احنا لسه برضه هنكمل حاجات تانية في الجزء في بارت 2 لما نرجع له ان شاء الله في الحلقه الجايه، هنفهم اكتر التراكيا بتوصل لايه في النهايه، لكن احنا محتاجين بس الجزء ده مع بعض النهارده ونكمله الجزء الثاني. في بعد ما تعرفنا على the trachea وعرفنا انه trachea فيها cartilaginous rings، تعالوا بقى نشوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي خلق التراكيا دي بطريقة رائعة جدا هتخلينا نقدر نعمل الريسبريشن بروسس بتاعتنا بشكل جيد. لو ما كانتش مخلوقة بالطريقة دي كان هيكون عندنا مشاكل كتيرة جدا. طيب يا ترى ايه هي بقى النعم او البروبرتيز اللي اداها ربنا سبحانه وتعالى للتراكيا عشان تقوم بالفانكشن بتاعتها بشكل مثالي؟ اولا انت لاحظت انه تراكيا فيها cartilaginous rings. cartilaginous rings يعني حلقات، rings حلقات، وcartilaginous يعني غضروفية. طبعا كلمة غضروفية دي كلمة جديدة عليك، لكن هتتفاجئ لو قلت لك ان انت اتعاملت مع الكارتليجنس قبل كده مع حاجات غضروفية، ويمكن انت من الحاجات اللي بتحبها كمان قرقوشة الفرخة. على فكرة ده غضاريف من اللي احنا بنتكلم عنها، ويمكن تكون بتشكل عليها كمان. ودانك دي غضاريف. لو لاحظت معايا بقى وتأملت كده ايه المزايا اللي موجودة في الغضاريف، هتلاقي انها بيكون فيها نوع من المرونة وصعب جدا تتكسر. مفيش حد يقولك قبل كده انا وداني اتكسرت، مستحيل. وبالتالي انت لما بيبقى فيه عندك cartilaginous rings في التراكيا، لو اتخبطت فيها فكرة انها تتكسر ديت حاجة مش هتحصل ابدا، مش واردة ابدا انه حد قبل كده اتكسرت التراكيا بتاعته، ده ما بيحصلش. فطبعا لو كانت هي عبارة عن بونز عظام كان ده ممكن يحصل انه مع خبطة قوية تتكسر، وطبعا دي تبقى مشكلة كبيرة جدا، يعني اصلا مش هينفع تجبسها ولا هينفع تعمل حاجة، وبالتالي كده هتبقى مشكلة كبيرة. فديت شيء كويس جدا انه تبقى عبارة عن cartilaginous rings. ولكن ممكن تيجي تقول لي سؤال، طب يا مستر هم ليه ما سابوهاش من غير اصلا الكارتيجنس رينجز وبقت ماسكلر تيوب زي الاسوفيجس؟ سؤال ذكي. نعم مش انت اللي سالته، بس هو سؤال ذكي. ليه صح؟ ليه هو ماسكلر؟ ليه مش ماسكلر تيوب زي الاسوفيجس؟ هنا بقى هقول لك، هو الاسوفيجس بتتعامل مع ايه؟ بتتعامل مع فود، والفود ده بيكون سوليد او ليكويد، بيقدر يضغط ويتحرك وينزل. لكن الاير لا، الاير ده احنا اللي بنشده وبنسحبه وعايزينه يدخل، ما بقاش فيه اي مشكلة. انت ساعات لما بتيجي تنزل البحر لو المية جات لك هنا بتحس ان انت مخنوق، بتضغط عليك. تخيل لو انت نايم في مرة من المرات وجات على رقبتك كده مخدة او حد ضغط عليك من غلط، طبعا لو هي ماسكلر تيوب هتتقفل،
على طول، لان مفيش حاجه هتحميها من انها تتقفل، هي ماسكلر، وبالتالي كانك بتضغط على خرطوم كده هيضغط معاك عادي جدا. ده هيمثل لك مشكله جدا وممكن يخنقك في اوقات كتير. لبست التيشيرت ضيق، لبست بادي مقفول، نزلت البسين، هتحس ان انت في حاجه خانقاك. اذا احنا محتاجين انه التراكيا دي تبقى open all the time، عايزينها مفتوحه باستمرار حتى لو في حاجه ضغطت عليها ما تتقفلش. فكان لازم يتحط لها حاجة، أولا ما تتكسرش، ثانيا keep it open all the time. فكان من ربنا سبحانه وتعالى إنه يعمل لنا cartilaginous rings تدعم بيها التراكيا. عشان كده بيجي لك سؤال دايما يقول لك give reason trachea is supported with cartilaginous rings، ليه مدعمة بحلقات غضروفية؟ هتبقى الانسر بتاعتنا to be open all the time أو to keep it open all the time عشان تفضل مفتوحة باستمرار وما نحسش باختناق في أي وقت. طبعا ده جزء مهم جدا من التراكيا، لكن في جزء تاني خطير جدا ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا نعم كتير احنا لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. انتوا فاكرين المشكلة اللي حصلت بين النوز والماوث؟ طبعا النوز هي اللي كسبت لان هي بتقدر تعمل فلترنج للاير بيفور انترينج ذا تو لانجز، لكن في اوقات كتيرة جدا بتبقى عيان مناخيرك بتتقفل، فساعتها النوز تروح للماوث وتقول لها لو سمحتي ممكن تساعدينا وتخش معانا في المشكلة ديت والاير يدخل عن طريقك. قالت لها ما كمل الاول، ما احنا قلنا الكلام ده. طبعا النوز مش هتسكت، هتقول لها لا، لو فاكر ان انت هتقومي بالفانكشن دي بالمهارة بتاعتك، انت ما عندكش اي مهارات واحنا بنعمل ده واحنا خايفين برضو الحقيقة، لكن مفيش مفر، احنا مقفولة الدنيا عندنا وبالتالي مفيش مفر ان انت الاير يدخل عن طريقك، ولكن علشان احنا مش مأمنين لده وده مشكلة ممكن تقابلنا، فربنا سبحانه وتعالى جعل inside the trachea، داخل التراكيا على ال wall of trachea في سيليا. سيليا ديت عبارة عن بالعربي كده بيسموها أهداب، والسيليا ديت كأنها بالظبط شعر بس ناعم أكتر، والشعر ده موجود بطول التراكيا من الداخل، مغطى من الداخل. The trachea is lined with cilia. والسيليا ديت بالظبط عامله كانها مضرب، مضرب كوره. السيليا دي بتبقى عادي موجوده، مفيش اي مشكله فيها، منتظمه، ما بتعملش اي مشاكل. امتى تعمل مشكله؟ لو دخل للتراكيا strange object، لو دخل حاجه غريبه solid object او liquid حتى، ده مش مسموح ابدا انه يدخل اي حاجه للتراكيا غير الاير. وفي الحاله دي لو فرضا اثناء دخول the air through the mouth وكان الاير ده معاه dust او microbes او strange objects، هنا تبدا السيليا الهاديه الجميله اللي موجوده جوه التراكيا ديت تتحول الى مضرب شرس جدا، يفضل يخبط في السترينج اوبجكت تو اب، يعني بيبدا يخبط لفوق كده كان مضرب، وهم يخبطوا في بعض، يخبطوا 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 لحد لما السترينج اوبجكت اللي دخل بالغلط ده يخرج ويقول انا اسف ما كنتش اعرف ان في حد جوه بالشراسه دي. فانا عندي السيليا هي خط دفاعي تاني موجود انسايد ذا تراكيا. عشان كده لو حصل في مرة من المرات، وأكيد ده حصل قبل كده معاك، إنك شنقت أو أنت بتتكلم دخل بالغلط حتة رزاية أي حاجة من الأكل اللي بتاكله داخل التراكيا، بتفضل تعمل كحة شديدة جدا. الكحة دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إير بيحرك السيليا عشان تضرب السترينج أوبجكت ده وتطلعه أوتسايد ذا بادي أو ذا تراكيا. يبقى أنا هنا عرفت انه رغم انه الماوث ممكن يدخل معايا في الريسبيرتوري سيستم، الا انه في خط دفاع موجود تاني وهو السيليا اللي از ار لايند
موجودة داخل التريكيا وهي اللي بتساعدني to eject up the strange objects. عشان كده نفتكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصانا في أداب الطعام ان احنا ما نتكلمش أثناء الطعام، لانه أثناء تناول الطعام لو اتكلمت ممكن بالغلط يدخل أي حاجة داخل التريكيا وده بيمثل لنا مشكلة كبيرة جدا. إذن الجزئية دي ممكن تجينا في الامتحان، يجي يقول لك give reason trachea is lined with cilia. ليه موجود cilia and trachea؟ طبعا الإجابة سهلة جدا، to eject up the strange objects before entering the two lungs. يبقى ده هيطرد لي الأجسام الغريبة before entering the two lungs. أعتقد كده الجزء ده مفيش فيه أي مشكلة، ولكن هيبقى عندنا جزء مهم جدا وده اللي انتوا سألتوني عنه، بس أنا اللي سألته يعني النفس نيابة عنكم. إزاي الفود وهو داخل مش هيغلط في مرة من المرات وبدل ما يروح للإيسوفيجس يدخل للتريكيا؟ إيه اللي بيحمينا من الكلام ده؟ إيه اللي بيمنع الفود إنه يدخل للتريكيا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو الجاي. ركزوا معايا كويس قوي عشان برضو نشوف نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي هناك حكمة رائعة جدا وقدرة في خلق الإنسان. تعالوا مع بعض نتفرج على الفيديو ونشرح ده وإحنا شغالين معي. لو لاحظت معايا دلوقتي إحنا ده the mouth وده ما شايفين كده عندي أدي بلعة حاجة شخص بيأكلها وهتبدأ تنزل. تعالوا بقى نشوف هيتحرك ازاي وازاي. طبعا شايفينها دي التريكيا اهيت وادي الفود نازل. المفترض انه دي المنطقة دي منطقة الفارنكس، ففي يا اما يدخل هنا على التريكيا يا اما يدخل في الجزء اللي ورا ده، ده هو الايسوفيجس. طيب يا ترى بقى ازاي الفود ده مش هيدخل هنا وهيبدأ يتحرك يروح للإيسوفيجس؟ دي الجزء اللي نتكلم فيه. طيب تعال كده نشوف ايه اللي هيحصل. ها ركز معايا ركز معايا. ايوة انا هعمل ستوب هنا كده. شايف الحتة دي بدأت تتحرك مع الفود و بص ايوة هنا بدأت تقفل التريكيا، ولو لاحظت التريكيا هي كمان بتطلع لفوق شوية مع حركة دي. عارفين ايه دي؟ دي هي الإبيجلوتس. قلت لكم من شوية هنعرف الإبيجلوتس دي بتعمل ايه. ادي الإبيجلوتس اللي هي بالعربي بنقول عليها لسان المزمار، بدأت تعمل كلوزنج للتريكيا during swallowing اثناء البلع. نكمل مع بعض كده. ايوه هنا بدأت الفود راح فين؟ دي اتقفلت خلاص قدامه، فهيبدأ يتحرك ينزل للإيسوفيجس زي ما احنا شايفين. يبقى في الحالة دي الإبيجلوتس لعبت دور مهم جدا during swallowing، وهي اللي بتقول بقى للفود ممنوع تدخل من هنا، فضل ادخل على الإيسوفيجس. لكن لو air بيدخل عادي جدا through the trachea من غير أي مشاكل. ادي التريكيا وادي الايسوفيجس وادي الايبيجلوتس بيرجع بعد ما اتبلع الاكل، خلاص بترجع الايبيجلوتس تاني لمكانها الطبيعي. عشان كده ممكن في الجزئيه اللي احنا اشتغلناها دلوقتي دي وشفتها بعينك وبقيت مقتنع بيها تماما، ممكن يجي لك سؤال يقول لك give reason ايبيجلوتس has an important role. important role يعني دور مهم. الايبيجلوتس ده مهم جدا in the respiration process. طبعا دلوقتي فهمت ليه، بس هنقولها ازاي بقى؟ نقول because it closes the trachea during swallowing to prevent food from entering the trachea. يبقى تاني because it closes trachea during swallowing to prevent food from entering the trachea. اعتقد كده فهمنا كويس قوي الابيجلوتس ده مهمته ايه وازاي بيعمل او بيساعد في تنظيم او التفريق ما بين الريسبيريشن اند
swallowing process بشكل زي ما احنا شفناه في الفيديو. كده احنا اعتبر خلصنا بارت 1 من حيث الاكسبلانيشن. بعد الشرح بقى تعالوا نشوف نفسنا مع الاكسرسايزز ونمر على مجموعه من الاسئله المختلفه ونرجع تاني لبعض. يلا يا جميل بقى نركز مع بعض كده في الاكسرسايزز ديت. عايزك تكون مركز كويس و تجاوب معايا. ممكن تعمل ستوب للفيديو في اي لحظه عشان تحط انت الانسر بتاعتك قبلي وبتراجع نفسك اذا كان ده ترو او اجابتك مظبوطه ولا لا. تعالوا مع بعض كده ل the first question. بيقول choose the correct answer. Number one, space is an organ in the human respiratory system. مين في دول organ in the human respiratory system? Liver, no طبعا ده في digestive system. Stomach, lung, pancreas. مين في دول احنا اخدناه في respiratory system? ايوه مظبوط the lung, لانه lung, liver, stomach, pancreas دول احنا اخدناهم في digestive system مش في respiratory system. طيب number two, the organ which is responsible for warming air before entering the lung. Warming يعني تدفئة. من الorgan responsible for تدفئة warming air before entering the lung. اللي كان عامل مشكلة مع الماوث مين؟ نوز. عشان النوز جوه ايه؟ blood capillaries. Excellent. طيب ده كلام جميل. ندخل على اللي بعد منه. 3. The organ which found in both of the respiratory system and digestive system. هنا وهنا. طبعا ده الكومن كافيتي اللي احنا قلنا عليه, وهو طبعا ماوث ولا لارنكس ولا فارنكس ولا لانكس. لارنكس. لا طبعا مش لارنكس, هو فارنكس مش لارنكس. تمام. فارنكس هو the common cavity between the respiratory system and digestive system. Question number 4. Trachea is supported by incomplete A to make it permanently open. Permanently open زي all دائما. Permanently يعني دائما, يبقى مفتوح باستمرار. مين بقى التراكيا supported by A to make it open؟ سيليا؟ لا السيليا دي inside that trachea. Mucus, blood capillaries, cartilaginous strings. Excellent. Cartilaginous strings. Is or are located inside the lungs. ينفع نشيل دي من الشريحة بقى دي لو سمحتوا. الجزء ده هنشيله من الشريحة من الفيديو, هنقص الجزء ده وهنعدي. أنا قلت اهو عشان الشريحة اللي بعدها. نوع تاني من الأسئلة. Write the scientific term of each following. It is process by which human obtains energy from burning of digested food. طبعا ده the respiration process. The required gas for respiration process. Required هنا معناها الغاز المطلوب اللي احنا بنحتاجه للrespiration process. بناخد ايه في respiration process؟ Excellent. Oxygen gas. Number 3, the common path between esophagus and trachea. واحنا شفنا كلمة common دي على طول, اول ما بشوفها افتكر مين؟ ايوه pharynx. جميل جدا, لانه between esophagus and trachea. Number 4, the respiratory tube that is supported by incomplete cartilaginous strings. Excellent. دي طبعا trachea. C, correct the underlined words. في عندنا كلمات اهيت فيها اخطاء او مش مناسبة داخل الجملة, محتاجين نعمل لها correction عشان تبقى الجملة دي مظبوطة. Number 1,
You should breathe through the mouth. You should breathe through the mouth. يعني هنتنفس ها من المعقل. طبعا ده كلام مش مظبوط, مفروض يبقى through mean the nose. طيب number two, the two lungs exist in the abdominal cavity. Abdominal cavity, لا طبعا ده مش في الابدومينال كافيتي. ال two lungs موجودة في thoracic أو chest cavity. chest يعني صدري, thoracic برضو يعني صدري, فهو ال two lungs مش موجودة في البطن, مش في الابدومينال كافيتي, لا موجودة في chest cavity اللي هو التجويف الصدري. number three, tongue claws trachea during swallowing food. هو مين اللي closes trachea during swallowing food؟ لا طبعا مش طن, اللي بيعمل الكلام ده هو epiglottis. excellent, ممتاز جدا. number four, trachea is lined with hair to eject up strange objects. trachea is lined with hair, لا طبعا hair ايه, trachea مش lined with hair, هي حاجة تانية شبهه كده اسمها cilia. trachea is lined with cilia to eject up strange objects. بعد كده complete. The respiratory system exists in a cavity. قلنا خلاص respiratory system موجود in thoracic or chest cavity. Number two, the respiratory system consists of space, pharynx, space and two lungs. طبعا أول حاجة هنقول قبل الفارنكس نوز. طيب بعد الفارنكس اكسن تريكيا, بعد تريكيا كان عندي تو برونكاي and two lungs. طيب number three, pharynx as common cavity leads to space system and space system, respiratory system and digestive system. جميل جدا. number four, trachea is supported by incomplete cartilaginous strings. cartilaginous strings. ممتاز. نيجي بعد كده لاخر حاجه معانا وهي give reason. عندي number one, trachea is supported by incomplete cartilaginous strings وده قلنا to keep it open all the time. number two, trachea is lined with cilia. طبعا ده قلناه برضو to eject up strange objects. number three, epiglottis has an important role in the respiration process وطبعا برضو ده احنا قلناه because it closes trachea during swallowing to prevent food from entering the trachea. بكده نكون خلصنا بارت 1 من الليسون ده. بفكركم انه لسه في بارت 2 عشان نخلص الريسبيرتوري سيستم. طبعا انا حاولت ان انا اقسم الدرس جزئين عشان ما نطولش الحلقه, لانه في ناس بتشتكي احيانا من طول وقت الحلقه. الحقيقه انا مش ببقى بطول عشان انا حابب اطول, ولكن احنا بنراعي بقدر الامكان انه اقدر اوصل لكل الناس, سواء اللي بتقدر تستوعب بشكل سريع او اللي بتبقى محتاجة تاخد وقت اطول في الفهم ويكون الامور ماشية معاها برتم بطيء. انا بحاول اراعي كل الناس, فطبعا اللي بيشتكي من وقت طول الحلقة ده مقصود عشان نقدر نوصل للجميع. الناس اللي بتبقى محتاجة تركيز اكتر ممكن توقف الحلقة وتبدأ تركز مع الاجزاء جزء جزء, والناس اللي بتشتكي من طول الحلقة معلش يعني حاول تستوعب ده معايا شوية, طالما انت بتقدر تحصل ده بشكل افضل في نهاية الفيديو معلش عشان نقدر نوازن بين كل الامور. انا مستني منكم تعليقاتكم على الحلقة لو في اي ملاحظات عشان نتلافاها في الفيديوهات الجاية. عندكم اي تساؤلات او اشياء غامضة في الجزء اللي احنا شرحناه برضو انا برحب بده جدا عشان ابدأ برضو ارد عليكم فيها, سواء في الفيديو التاني او في التعليقات بتاعتكم. ان شاء الله بارت 2 مش هتاخر عليكم فيه, استنوه. ولو ما شفتوش الجزء اللي فات من الدايجستيف سيستم ارجعوا له عشان نقدر نواصل مع بعض. كنت سعيد بوجودي معاكم واشوفكم على خير ان شاء الله في بارت 2, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.